زين. أول شيء وقس فيه خاصية بها هي لازلان ما أدري شنو كذا شنو كيف. يعني the chance probability in your results. يعني إيش قد من النتيجة جاي بالصدفة. واضح؟ يعني أنا من أقول سويت سامبل طلع 5% من السامبل من النتيجة هي بالصدفة. يعني شنو؟ بالصدفة. يعني غير معتبرة. واضح؟ فإذا حتى النتيجة تكون معتبرة فالاتفاق صاير بين الإحصائيين بين العلماء أنه لازم أقل من 5% يلا أقول هذه significant. واضح؟ يعني من أكو نسبة سويت دراسة أنا هنا مثلا نسبة انتشار التدخين لدى طلبة الجامعة زين طلعت 18% ببابل سووا دراسة طلعت 14%. هل هذا الفرق الستة هو significant or not؟ هل هذا الفرق بين بابل وكربلاء إذا فرق 6% هل هذا significant أو لا؟ لازم يطلع عدل probability. يعني ما أعتمد على الرقم اللي هو مثلا هاي 18 هاي 12 كربلاء وبابل، ما أقدر أطلع من هاي significant، لازم أحولها إلى P. وإذا يعني ال difference by chance is less than 5% it is significant. More than 5% it is not significant. فاحنا عادة يرسمون الـ chance probability على شكل bell shape، يخلون هذه التيل منها 2.5 منها 2.5 مجموع الخمسة بالنص 95%. فهذه يسموها confidence interval وهذه التيل يسموها significant difference. فإذا لما الفرق مالتي يكون بالتيل يعني أقل من 5%، طبعا لما أقول أقل من 5% احنا احتمال أنه 2.5% أكثر 2.5% أقل. يعني إذا سويت الدراسة بين بابل وكربلاء، بابل نسبة التدخين 12، أنا يجوز تطلع إذا فرق 6 يجوز 24 يجوز 12، واضح؟ يعني يجوز أكثر يجوز أقل. فهاي كلمة probability هي the probability of chance، مثل ما قال الدكتور في البداية P is the probability of chance. هذه الستاتستيك انه كلمة statistic منين جاية؟ بالاصل من كلمة state دولة، وهي بدأت من قبل القرون الوسطى اوروبا. القصد منها لانه شنو كانت؟ دائما كان عندهم حروب بين مدينة ومدينة بين قرية وقرية، فلذلك كان كلش عندهم مهم انه كان عندهم مثل تجنيد اجباري. شلون كان عندنا هناك بميلزامية؟ فالمفروض يعرفون عدد الشباب، عدد الذكور بالمنطقه كذا، فلذلك قاعد يدورون احصائيات، الاحصائيات مالتهم سموها statistics. يعني جاي من كلمه ستيت، هاي كلمه statistics. كلمه statistics علميا بالنسبه لنا لها معنيين. واحد هو علم الاحصاء science، it is the science of statistics dealing with numbers. And it is also the data. يعني انا من اسوي بحث على التدخين الداتا مالتي اسميها statistic. واضح؟ فكلمة statistic معناها العلم ومعناها الارقام او الاحصائيات اللي انا اجمعتها. البايو statistic it is the branch of statistic related to biological science. Medicine, pharmacy, dentistry, البيطري كلها هاي تعتبر حتى النبات اي شيء له علاقه بالبيولوجي يعتبر بايو ستاتستكس. المتغيرات اللي موجوده اذا انا اخذت دراسه لما اجي اسوي نسبه التدخين بكربلاء، فما اقدر اسوي كل جامعه كربلاء، عدد الطلاب 30,000 او اكثر صار زين، فاخذ سامبل. السامبل الارقام مالته المؤشرات مالته اسميها فارا ميترز، العفو نسميها statistics. بينما بالpopulation اسميها parameters. واضح؟ يعني لما اقول معدل التدخين لدى الشباب في كربلاء هذا شو اسميه؟ اسميه parameter. معدل التدخين بالسامبل اللي انا اخذته من طلاب جامعه كربلاء هو statistics. انا اخذت سامبل
عندي population 30,000 طالب، اخذت نموذج الفاريبلز مالتي والنتائج هنا أنا هذه راح اسميها statistics، الفاريبلز هنا اسميها parameter حتى لو بالجامعة مو الا كل الشباب بكربلاء. فهذا الفرق بين parameter وبين statistics. مثل ما قلنا السامبل هو جزء مهم كلش، انه سامبل يكون ممثل للمجموع زين representative. شلون اخلي هذا السامبل representative to the population؟ واضح؟ فهذا ايش راح اسميه بهالحاله؟ اسميه راندوم سامبل. اكو خلط بالحقيقه، راندوم هو عشوائي يترجموه، بس اكو ايش يسموها هزار. لا على التعيين، لا على التعيين، هل هو راندوم؟ لا، خلي بالكم. يعني انا قاعدين 20 واحد يسالته مثلا، اجي اختار حضرتك حضرتك حضرتك، هذا الراندوم سامبل؟ لا هذا هزار. ليش؟ يعني انا رغم انه هيك لا على التعيين اختاره، بس اكو ضمان الاصول. اي يعني قصدي ما صار ايكوال تشانس. الافضل حتى يصير ايكوال تشانس لازم شو اسوي؟ طرع. يعني اجيب اعطيكم كل واحد رقم واخلي الارقام في الجيز وابدي اسحب، لكن وقت ممكن اسحب اي واحد. نفس الشيء جامعه كربلاء، كل الارقام طبعا يصير كل كمبيوتر هو رئيسه يطلع الراندوم سامبل بالاكسل. هسه نشوف نسوي عمليه رأسا، عندي ارقام بين هالقد الى هالقد، اقول له طلع لي راندوم سامبل، يطلع لي باللحظه. سابقا كان اكو يسموها راندوم تيبل، راندوم نمبر تيبلز، جدول بارقام مصفطيهم مطلعها الكمبيوتر، اغمض عيني اخلي على فد رقم يطلع هذا، اذا اختار هذا وحسب الديجيت مالتي، يعني اذا اريد جو ال 100 اريد كذا اختار مرتبتين فاطلع الارقام. فهذه النموذج حتى يكون عشوائي، قلنا كلش مهم انه يكون ممثل للمجموعه، وبالتالي النتائج اللي راح احصل بها هنا احصل عليها راح تكون ممثل للمجموعه. فهذه اهميه الراندوم سامبل. هواي من مثلا طلاب دراسات عليا مع الاسف راسا قال بيربس سامبل وخلص، خلص روحها عينه غرضيه يسموها. هذه ضعف النتائج مالها، واضح؟ هو لما نقول راندوم مو فد شيء صعب، يعني اذا انا من اقول 30,000 طالب يمكن صعب اسوي راندوم سامبل، بس من اقول مثلا the colleges in كربلاء university were selected randomly، عندي ايش قد 16 كليه، اكتب 16 رقم اكتبهم بالسرعة واخليهم تشيز اسحب منهم، صار اختيار الكليه راندومي. فهاي من اكتبها تعطي فالدعم اكثر للدراسه مالتي. زين مراكز صحيه، عندنا 35 مركز صحي بكربلاء، انا بدال ما اجي اقول انا اختاريت العباسيه والهنديه، اجي اخلي الاطراف مثلا ابدا اختار مركز صحي بالريف مركز المدينه، اخلي اسماء المراكز الصحيه بالريف وبالمدينه واسحب منها، راح اقول هيلث سنتر وسلكتد راندوم. فهذه العمليه البسيطه لازم واحد ينتبه لها، تعطي دعم اكثر للنتائج انه اختارينا. زين هسه مثلا واحد يجي بشارع السناتر بكربلاء بالليل يريد مثلا يسوي مثلا اختيار مثلا نوع من انواع الايس كريم او كذا، يجي بالشارع الناس اللي يجون يعطيهم استماره واسئله او يسالهم اما انترفيو او كويشنير، هل هذا سامبل راندوم سامبل او لا؟ ولماذا؟ لا هذا مو راندوم سامبل. ليش؟ لانه مو كل الناس عندهم نفس الشانس انه انا اقدم استماره. يعني اكو ناس بعمرهم مواصلين شارع السناتر، صح لو لا؟ وحتى لو يوصلون بذاك اليوم بذيك الساعه لازم كل اهل كربلاء تجيبهم هناك وتختار منهم، يلا اسميه راندوم سامبل. زين
اختار ارقام مو بس زين زين واسيا موبايلات وادق على الارقام. هل هذا راندوم سامبل او لا؟ لا. ليش؟ دور مو راندوم يعني الموبايلات ما شاء الله منتشر كل مكان. اكو ناس ما عندهم، اكو ناس ما عندهم موبايل، فاذا او مغلق او الشبكه مو زينه بمنطقته، فاذا ما راح يكون الكل متمثلين بالسامبل. فهذه النقطه جدا مهمه حتى نفرق بين الهبزات والراندوم سامبل. اكو هوايه مع الاسف يعني اطباء او حتى هذا يقول لك اختاريتهم لا على التعيين راندوم، لا ما كنت اختاريتهم على التعيين مو راندوم. هبزات يسوون. يعني ثلاث طرق يعني ثلاث احصائيه للراندمايزيشن. اي طبعا هو السامبلنج يعني بشكل مختصر مثلا انت تيجي تختار مراجعين مركز صحي، هل هم يمثلون البوبوليشن؟ لا. بس يعني لانه عدد المراجعين كلش كبير، يعني مثلا يطلع بقد عدد السكان 200 او اكثر مثلا على سبيل المثال. يعني يعتبر نموذج قريب من الراندوم. بس بخ انه انت شلون تختار المراجعه؟ احسن طريقه السيستماتيك راندوم صار. يعني انا مثلا عندي بالمستشفى بالعياده الاستشاريه 2000 مراجع باليوم. زين انا اريد اختار منهم 200 فاختار كل عاشر. اول واحد اختاره بالصدفه. شلون اختاره بالصدفه؟ يعني بالطريقه اللي تبعها لا على التعيين اجي اطلع مثلا الفلوس بجيبي. زين؟ اطلع صرطه فلوس، اخذ الورقه بالنص. اخذ اول رقم من يعني شوف شلون حتى اضمن انه هذا طلع سبعه، فاذا اختار سابع واحد، هذا اول واحد، بعدين 17 27 وهكذا. من كنا نسوي مسوح مثلا دراسات على التلقيحات، تخطيط التلقيحات. نجي يم المركز الصحي، زين المركز الصحي صاير هنا، اكو بيوت منا، اكو بيوت على يمنا على اليسرى، اكو وراء واكو قدامه. يا بيت اختار هذا القلم اشيله اشوف هيك طلع هيك شيء اروح على هذا زين فهيك هالدرجه اختار طبعا من بيت يا بيت اختاره هل اطلع راندوم وبعدين عندي انا من حجم السامبل وحجم البوبوليشن الموجود اقدر احسب كل مثلا رابع بيت كل عاشر بيت وهكذا فهذه طرق اختيار السامبل هذه احسن شيء يمكن السيستماتيك راندوم سامبل وطبعا لما يسوون يعني مثلا وزاره التخطيط دائما يسوون مسوحات كلش حلوه وموجوده على نتائجها نتائجها بالموقع مال وزاره التخطيط يختارون نموذج يسموه عنقودي يعني حتى بالاحصاء للسكان ايضا هيك يعني يقسمون العراق الى عناقيد يسموه زين وكل عنقود ممكن اختار سامبل بي بعد ممكن خلينا برضو الستاتستيك عادة نكتبها أرقام حروف عليكم السلام حروف إنجليزية بينما الباراميترز غريك لترز فهذه يعني شوف الألفا هو أي الغريك لتر مثلا البيتا فهذا الفرق بين الباراميترز نعطيها جريك لترز بينما الستاتستيك نعطيها انجلش لترز الاحصاء بالحقيقه هواي من الزملاء يجي ورا ما مكمل وكل شيء وقال والله دكتور بلكي هذا سوي لي شوف التحليل مالتها اقول له شوف من التحليل يقول طلع الكيبه بس هذا وخصوصا يريد الا سيجنيفيكانت بالحقيقه لا يعني ماكو شيء يعني بوزيتيف ريزلتس ار سيميلر تو نيجاتيف بعض الاحيان النيجاتيف ريزلتس اهم يجوز بس احنا متعلمين ومع الاسف بالنشر ايضا يعني الايديتورز ما ينشرون تقريبا اذا مو اكو فد سيجنيفيكانت بوزيتيف افكت او نيجاتيف افكت هاي خلتنا انه ندور الا بوزيتيف الاحصاء دوره بالحقيقه وعليكم السلام ورحمه الله الإحصاء دورة قبل بدء الدراسة يعني لأنه شنو ببساطة شديدة أنت الاستمارة مالك وش اللي يبي يسويها الفاريبلز اللي تختارها لازم تحددها قبل يعني بعدين بتيجي تحلل
يعني بدورات مثلا طلاب صف رابع يسوون بحث، اجى مثلا الايج، الايج تكتبه كاتيجوريز لو تكتب الرو ايج ايش قد عمره واحد يا هو احسن، يعني اكتب العمر الحقيقي 60 64 63 لو اكتب مثلا بين 60 الى 70 بين كذا الى هذا بعدين نسوي البروس افضل الرو. ليش هذا راح يجرنا الى موضوع المحاضره اللي هو تايب اوف فاريبلز. تايب اوف فاريبلز كم نوع عندنا فاريبل؟ الفاريبلز اما كوانتيتيف اور كوانتيتيف. اكو ايضا هنا في المس اندرستاندينج مثل نفس الموضوع مال هاب هازارد وراندوم، هنا هم اكو المس اندرستاندينج. الكوانتيتيف سامبلز اربع انواع، احسن نوع هو ياهو الريشيو سكيل، ريشيو نسبي، يعني انا هسه من اقول خمسه احنا دارسينها بالابتدائيه، خمسه معناها شنو؟ خمسه على واحد تمام؟ عشره هي 10 على 1، فلذلك هي نسبة فيسموها ريشيو سكيل، سكيل يعني ميزان أو مقياس، فإذا ريشيو سكيل هي أحسن الأنواع. أقل منها هسه نجي نشوف ليش هاي أحسن هاي الأقل. أوردينال جاي من كلمة أوردر، يعني شنو؟ ترتيب، مثل ايش؟ دكتور مثال أوردينال أول ثاني ثالث أول ثاني ثالث رابع بعد مايل مودريت مايل مودريت سيفير، ثاني كلهن زين الادوكيشن مستين ابتدائيه ثانويه متوسطه امي وهكذا، فهاي كلها اسميها اوردينال سكيل. الحقيقه هاي اوردينال تجي هنا قبلها تجي يسموها انترفال. انترفال شنو؟ انترفال بالحقيقه استخدامها كلش قليل بس تمبرتشر سيلسيوس او فهرنهايت، هاي يسموها انترفال. بس نجي نشوف كل وحده تفاصيلها. واقل انواع الاستاذ الكوانتيتيف، طبعا اللي نحكي هذا كله كوانتيتيف فاريبل، خلوا بالكم. اقل الانواع هو النومينال. نومينال شنو يعني؟ يعني جاي من كلمه نيم، يعني مثلا جندر يس ونو، ميل فيميل، بلاد جروب، يعني مو الا اثنين زين. فهذا ليش؟ هذا ماكو به فرق بالترتيب، يعني ممكن اخلي الميل اول في او في الميل اول ما اكبر، او مثلا النتيجه بالمستشفى توفى خرج متحسنا وانتهى هذا ايضا هذه زين. بلاد جروب هوايه امثله، هذه تذكروا هي شنو؟ كوانتيتيف فاريبل. اكو هوايه مع الاسف حتى الاطباء يجوز حتى جماعتنا قسم هذه يسميها كوانتيتيف غلط، هذه مو كوانتيتيف زين. الكواليتيتيف يعني نوعي، نوعي شنو؟ الكواليتيتيف فاريبل، a variable which assume non-numerical value. Word كلمة. واضح؟ يعني مثلا أنا أتذكر رحت بريطانيا شفت أول ما قدموا في المنطقة دراسة واحدة جتي رايحة على أربع مرات advanced CSFX. تسجل لهم كاسيت زين؟ وتبدي تحلل هذا الحكي مال هذول الأربع مرات فقط. يا كلمة تكررت أزيد شيء مثلا يقول أنا من أبلع أحس مثل السكينة بصدري زين، تشوف هاي الكلمة مثلا اثنين أو ثلاثة قالوها، فهذا بس على هاي الكلمات تنشر بحث بس أربع مرات. بالكواليتيتيف ستدي ما يحتاج سامبل كبير، يعني هسه كمثال بسيط هنا احنا هسه نريد نسوي بالدراسة على سبستنس ابيوز استخدام مخدرات مكرر، أكثر شيء يستخدمون شنو احنا عندنا درجز ابيوز زين فارماكودين وادرينالين. اجي شو اسوي؟ اروح على صيادي لا اعرفهم اقول له يا ابا هذول تعرفهم الاكسجين عاده نهايه اخر الليل قبل ما يعزل زين؟ اريد اشوف لي كم واحد منهم. اجي اقعد وياهم يحكي لي هو الحبه الورديه، الحبايه ام الحاجب، او مثلا من اشرب احس نشعه، هذا الحكي اكتبه ومن عنده اطلع يعني اشوف هاي الكلمه تتكرر كم مره. طبعا اكو سوفت وير يعني برامج كمبيوتر طلع لي بالضبط هذا الحكي كله تحوله وتشوف يا كلمه من شافها واسويها دراسه وانشرها. فاذا الجندر ميل في ميل هذا هو كواليتيتيف فاريبل، خلوا بالكم هو صح نومينال بس هو هذا كوانتيتيف ات از نوت ا كواليتيتيف فاريبل. فاذا هذه انواع الفاريبل كوانتيتيف
كواليتاتيف يعني نمبر. هو صح احنا نقول هنا بلاد جروب هو اي بي اي بي او، بس احنا هنا بنحولها الى تيابو، بنحول هالقد هم عندهم فلان بلاد جروب هالقد، واقدر اطلع النسبه مالته. فاذا وايضا اكو يقسمون الفاريبل الى ديسكريت، طبعا كوانتيتيف فاريبل يتقسم الى ديسكريت كونتينيوس. ديسكريت انه ارقام منفصله، يعني مثلا عدد الاطفال بالعائله واحده، ماكو واحد ونص، الا واحد لو اثنين لو ثلاثه اي شيء. بينما الهيموغلوبين ليفل ممكن يكون 0.9 0.7 0.8. وايضا اكو مرات نسوي تحليل يونيفاريت اور باي فاريت اناليسيس. لما ناخذ فاريبل واحد هذا اسمه يونيفاريت اناليسيس. يعني مثلا اخذ سكسس الناجحين بالمرحله الثالثه الرابعه، واكتب مثلا ناخذ فير، زين مثلا فير جود فيري جود مالك تقسيم زين. لما اخذ فاريبل واحد تيبل خلوه بالكم، ما اقدر اطلع سيجنفكنس. هواي مرات يجي والله نسوي هو فاريبل واحد بس تقسيم، انه هل قد من السامبل كانوا اميه، هل قد مدرسه ابتدائيه، هل قد متوسط، هذا ما يطلع لنا. احنا السيجنفكنس لما اكو على الاقل تو فاريبل، واضح؟ خلوها ايضا هاي بالكم، اي تيبل بي فاريبل واحد ما في سيجنفكنس. لان السيجنفكنس ويا ما تقارن. احنا نقول فرق، لازم فرق عن شيء اخر. ممكن انه مثلا اطلع الادوكيشنال ستيت مال السامبل مالتي اقارنه للعراق، لكربلاء، ممكن ذاك الوقت اخليه سيجنفكنس، بس اذا ما بي هو فاريبل واحد فهذا ما بي اي موضوع سيجنفكنس. وباي فاريت يعني اثنين، مرات نقول مالتي فاريت اناليسيس يعني متعدد اكثر، ممكن اثنين ثلاثه واربعه وهكذا. فاذا النومينال هو شنو؟ It is a variable that contains values indicating membership in one of several categories. No intrinsic ordering. مثل ما قلنا ما في ترتيب. Male, female. Blood group. أقدر أخلي الـ A أول، أقدر أخلي الـ O أول. كيف؟ زين وعادة إحنا شلون نرتبها؟ نرتبها من الأكثر إلى الأقل أو بالعكس. أما ascending أما descending. من الأقل إلى الأعلى. هو nominal يعني two choice. مو شرط لا اكثر. هسه البلد جروب كم شوط؟ اربعه. اربعه يعني ارمزها شلون؟ 10 ممكن نرمزها شلون؟ نرمزها اربعه؟ اي بالاس بي اس اس يتعامل ما يتعامل ويا الكلمات، ممكن يطلع لي فريكونسي للكلمات. النومينال هسه نشوف التيبل، التحليل الوحيد اللي اقدر اسويه هو فريكونسي ديستريبيوشن تيبل، بس توزيع تكراري. يعني حتى لو كاتب كلمات لون العين ازرق، لون العين اسود، لون العين كذا، او الشعر هم يطلع ماشي، يطلع لي بلاك هير هالقد كذا، يطلع لي عدد ونسبه فقط. فهذا التحليل الوحيد اللي اقدر اطلعه بالنومينال. لما نكتب ارقام احسن، اقدر اسوي غير هسه نشوف، نجي الى الجدول نشوف التحاليل اكثر. الاوردينال مثل ما قلنا هو شنو؟ A measurement where there is a clear ordering. فاذا اكو ترتيب واحد، بس شنو خلي بالك الفرق بين فئه وفئه ما متساوي. يعني لما نقول الليتريت اميه زين، بعدين مثلا برايمري سكول، سكندري سكول، كوليدج، وهاير ايدوكيشن. الفرق بين هاير ايدوكيشن والكليه مو مثل الفرق بين الليتريت وبرايمري، تمام؟ حتى عدد السنوات يختلف، خصوصا اذا خلينا متوسطه وثانويه، هاي 3 سنين، هاي 6 سنين. فاذا الفرق بين فئه وفئه ما متساوي، هذا سميناه شنو؟ اوردينال. لما يكون الفرق متساوي اسميه انترفال. الفرق بين فئه وفئه متساوي، يعني الفرق بين 20 سنتيغريد و40 سنتيغريد هو 20 درجه، الفرق بين 60 و80 هو 20 درجه. نفس الفرق. وطبعا اكو اوردر، يعني ال40 هي اعلى من 20. مثل نفس الـ هو 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 اوردينال بس بي الفرق متساوي سميته انترفال. واحسن قياس هو الراتيو، مثل ما قلنا اكثر الشيء اللي نستخدمه الوزن، الطول، الزمن، الهيموجلوبين ليفل، ما ادري ايش، كله هذا. الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم اكو ذير از ا ريال زيرو، ريال بيجنينج.
بالريشو سكيل. يعني النفاخة لما أقول وزنها صفر أخليها بالميزان، مو ميزان حساس، راح يطلع ماكو وزن قبالها. بينما لما نقول درجة الحرارة صفر، أو مثلا الآي كيو، الآي كيو أيضا هو انترفل سكيل، لما نقول واحد الآي كيو مالته زيرو معناها ما عنده برين، لا، فشيء متفق عليه. هذا الكويشنير لما ياخذ صفر الآي كيو مالته صفر. الصفر فهرنهايت يختلف عن الصفر 130، صفر 100 هو 32 فهرنهايت. فإذا هذا فشيء كونفنشنال، فشيء قاعد اتفقوا عليه العلماء. فهذا الفرق بين الانترفل وبين الريشيو. يا هو الأحسن الريشيو، ما تقبل غلط. ليش؟ بس نشوف هذا الرسم. فإذا هو هذا ترتيبين، هذا الريشيو هو أعلى شيء، لأنه شوف الريشيو سكيل كل هذين الأناليسيس أقدر أسويه بهم. فريكوينسي ديستريبيوشن أطلع الميديان والبرسنتايل، أطلع آد أند سبتراكت، زين، وأخير شيء الكوريليشن كوفيشنت أقدر أسوي. فإذا كل التحاليل الإحصائية أقدر أطبقها على الريشيو سكيل. الانترفل شوية أقل، زين، أقدر أطلع ستاندرد إيرور، أطلع ستاندرد ديفيشن. الأوردينال بس أقدر أطلع به الميديان والبرسنتال والفريكوينسي، بينما أقل واحد هو النومينال اللي بس أقدر أسوي جدول هل قد ميل هل قد فيميل والبرسنتيج مالتهم. فهذا أكو عندي أيضاً الريشيو والبروبورشن. الريشيو النسبة والتناسب بالعربي نسميه تناسب، يعني مثلاً ميل تو فيميل نسميه ريشيو. يعني بهالحالة راح أخلي بس عدد الميلز إلى عدد الفيميلز مو التوتال، بينما إذا خليت التوتال راح يصير نسبة ريشيو، اللي هي يعني راح الجو المقام داخل البص. واضح؟ يعني هسه انتم الموجودين هنا مثلا من اقول ميل تو فيميل ثلاثة الى واحد، بينما اذا قلت بروبورشن لازم المقام مجموع الكل. فهذا الفرق بين الريشيو والبروبورشن. طلاب ثلاثة منهم صار عندهم تشيكن بوكس، ثلاثة من 33 بالصف البروبورشن هذا، لانه ثلاثة يخلط من 33. اذا ما دخلتها راح اقول ريشيو. زين، الريت شنو؟ الريت إذا صار بي زمن، إذا تايم سرعة هل قد كيلومتر بير أور، لازم تخليه زمن دائما. إذا نقول ريت نخليه زمن. كلمة بايس، وات إز بايس؟ بايس انحياز، خطأ يعني. زين، هو يقول لك أقرب الخطوط بين نقطتين هو ياخذ المستقيم، تمام؟ إذا انحرف هذا هيجي صار يسموه بايز. فإذا وأسباب البايز هواي. أكو سيلكتيف بايز، يعني أنت من اختاريت السامبل مالتك it is not random it is not representative، فالنتيجة مالتك راح تكون بايز. أو measurement بايز، الميزان مالك يقرأ خطأ، يزيد مرة يقرأ نقص مرة يزيد، أو حتى لو يزيد باستمرار هذا أيضا بايز ريزلتس. نجي الى موضوع البرزنتيشن اوف داتا. لما اريد اعرض النتائج مالتي، اما اسوي تيبلز اسمي تابولار برزنتيشن، او اسوي رسوم اللي هو بيكتشرال برزنتيشن جراف. طبعا هسه الاس بي اس اس وحتى الاكسل بالحقيقه ايضا يعني ساعدنا كل شيء هوايه في موضوع البرزنتيشن اوف داتا. Frequency distribution theorem, organization of raw data into table, into classes. شلون أحدد؟ أكو عندي كم نوع تيبل؟ عندي simple table اللي هو include one variable، مثل ما حكينا إنه هذا بس عندي univariate table هذا. فهذا table إذا واحد قال لك مش قد في مالته يقول لك وش متعرض للإحصاء. زين، لانه شنو عندي؟ عندي مرضى هل قد منهم سيمتوماتيك هل قد منهم سنسي. زين، بمن اقارن؟ احنا قلنا يعني فاذا هو صح في ارقام ونسب وهاي. اكو شيء عندي هذا نسمي الريلاتيف فريكونسي، زين، التوزيع النسبي اللي هو شيء يساوي هذا الحقل الاول
هاي 88 ونص 2 طلعتها 383 تقسيم 433 في 100 فهاي تطلع هذه ال 34 اقسمها على التوتال اضربها في 100 تطلع نسبه هذول الاسيمبتوماتيك اوستون. اكو شيء نسميه كيوميلاتيف اللي هو يجمع ويا الحقول القبله، يعني هاي 96 جايه من 88 ونص زائد 7.9 وهنا راح اجمع وياها 3.7 بتصير 100. طبعا مرات بالكمبيوتر النتائج ايضا لازم ننتبه، هنا مثلا يصير 99.2 او 100.1 لازم ننتبه احنا عاملين هو يقرب، يعني اذا حد الاربعة بالعشرة يسوي زيرو، خمسة بالعشرة فاكثر يسوي واحد، فمرات اذا اثنين طبعا خمسة فهو راح يصير نتيجة 100.1 لازم نفرد الباطن على الجمعة. فاحنا لازم نرجع نشوف المرتبة اللي وراء ونقلل او نزيد حتى يصير مجموع 100. هذا كان سمبل. اكو عندي كروس تابيليشن، يعني طلاب ما اطلع السكسس ميل فيميل، يعني اطلع النجاح واريد اشوف الفيميل نجاحه ازيد او الفيميل، او مثلا عندي 6 مراحل كلية الطب اريد اشوف يا مرحلة نسبة النجاح على شيء، فصار بال بالية اناليسيس. اذا انا دخلت المرحلة والجندر راح يصير ملتي بالية اكثر من عفوا دكتور علي بلزح، اذا امكن خلي الامثله تكون على مواضيع طبيه اكثر حتى شويه يكون اورينتد اكثر، يعني مثلا بدل ما طلاب ونجاح مثلا مرض ومثلا تريتمنت، لا احنا ما راح ندخل بهاي المجال هذا، احنا ندخل بهاي الامراض. ايوه احنا متوجهين هالاتجاه هذا عاش بديك على الملاحظه، شكرا جزيلا. زين فاذا تو دايمنشنال فاريبلز انت جيب كار اكسيدنت، زين مثلا طلع تايب اوف انجري ومثلا ريزيدنس ايربن رول، فايضا وهذا ايضا يجرنا الى موضوع اخر اكو التقسيم عبرناه بالحقيقه، اكو شيء يسموه ديبندنت فاريبل. ديبندنت يعني شنو؟ ديبند معتمد يعتمد، ديبندنت يعني يعتمد على، واضح؟ وعندي اندبندنت يعني اذا جيت اني اريد اسوي علاقه السموكينج باللنج كانسر، زين الديبندنت مالته شنو؟ لا راح يكون زين. اجيت اطلع علاقه السموكينج، جيت يم دكتور كرار كم كيس عندنا سي ال لانج، اريد اشوف منو منهم مدخنين منو غير مدخنين، او نسبه المدخنين لدى حالات سرطان الرئه بحالات مثلا سرطان اخر لوكيميا. هنا ديبندنت مالتي منو؟ ها؟ ديبندنت سي ال لانج، لان سي ال لانج ديبند اون سموكينج اور نوت سموكينج.